ولمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا من لندن المحلل الرياضي الكابتن ياسر الشنواني. صباح الخير وأهلا بك معنا كابتن. يعني في البداية، ما هي فرص تأهل ريال مدريد ومانشستر سيتي وكذلك باريس سان جيرمان للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا في رأيك؟ صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين. احنا طبعا بنتكلم عن فرق لها باع طويل جدا وتاريخ كبير جدا في بطولة أوروبا، وهو ريال مدريد حامل اللقب 15 مرة، ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. رغم ان زي ما شفنا في التقرير وسمعنا في التقرير ان في طبعا مانشستر سيتي بيمر بمرحلة صعبة جدا، وبيب جوارديولا لسادس مباراة دلوقتي ما حققش الفوز، يعني هزيمة وتعادل، لكن وضع سيء جدا بالنسبة لمانشستر سيتي، وخصوصا في المباراة الأخيرة أمام فاينورد كان فايز بثلاث أهداف وانتهت المباراة بالتعادل بثلاث أهداف لمانشستر سيتي وثلاث أهداف لفاينورد. ريال مدريد برضو بيمر مرحلة صعبة جدا، والمباراة الأخيرة كانت أمام ليفربول، أنا كنت موجود في المباراة، يعني أداء ريال مدريد يعني بعيد جدا 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 عن أداء ريال مدريد، الفريق اللي كل الناس متوقعة أن هو يكون حامل اللقب، متوقعة أن هو يؤدي أداء أروع من كده. طبعا برضو سمعنا في التقرير عن أن كيليان إمبابي كان المفروض أن هو لما يجي ينتقل من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد يعمل طفرة كبيرة جدا ويعمل أداء رائع، لكن أنا شايف أن كيليان إمبابي لغاية دلوقتي لسه لم يتأقلم مع ريال مدريد. لكن أنا شايف أن البطولة بشكلها الجديد بتخلي أن دلوقتي وضع الثلاث فرق دي سيء جدا. شايفين دلوقتي مانشستر سيتي في المركز 17 بثمان نقاط، شايفين ريال مدريد في المركز 24 بست نقاط، شايفين باريس سان جيرمان في المركز 25 باربع نقاط. وطبعا البطوله بنظامها الجديد اللي من الفرقه الاولى لغايه الفرقه الثامنه بيوصلوا لدور الثمن النهائي، بعد كده من 9 ل 24. وهنا سأسألك استاذ يعني ياسر او كابتن ياسر، هل ساهم النظام الجديد للبطوله في ظهور الانديه الكبرى في رايك بهذا الشكل، وخاصه وانها في المواسم الماضيه كانت يعني تمتلك حظوظا كبيره للتاهل؟ ما نقدرش نقول كده، لان دايما الفرق الكبيره بتقدر يعني تنافس وتعمل اداء قوي جدا سواء على مستوى الدوري المحلي او على مستوى الشامبيونز ليج. لكن انا شايف ان فرق رغم زياده عدد الفرق في النظام الجديد للشامبيونز ليج، لكن مش شايف ان ده ما اثرش تاثير سلبي. يعني فرق بحجم ليفربول طبعا بتادي اداء رائع جدا دلوقتي في الشامبيونز ليج، لو كان اثر كان اثر على كل الفرق الكبيره، لكن ما اثر دلوقتي على ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومؤثر على مانشستر سيتي. فاللي كنت بقوله ان مانشستر سيتي دلوقتي في المركز 17 بثمان نقاط، و ريال مدريد في المركز 24 بست نقاط، وباريس سان جيرمان في المركز 25 باربع نقاط، فده بيؤدي ان احنا في النظام الجديد من الاول للثامن بيوصلوا للدور ثمن النهائي، وبعد كده من التاسع لغايه 24 بيلعبوا زي ادوار اقصائيه ذهاب واياب. فده احنا دلوقتي بعد مرور خمس مباريات من الشامبيونز ليج، ففي الفرق دي زي مانشستر سيتي، ريال مدريد، باريس سان جيرمان ما عندهمش فرصه غير ان هم في خلال الثلاث مباريات القادمه ان هم يقدروا يحققوا نتيجه افضل تخلي الترتيب بتاعهم احسن، ان هم يقدروا يوصلوا للادوار القادمه. بالعودة لكيليان امبابي وهو حديث الشارع الرياضي الإسباني والأوروبي أيضا، يعني بعد المستوى غير المرضي الذي ظهر به منذ انضمامه لريال مدريد، كابتن ياسر يعني إلى أي مدى سيتأثر اللاعب الفرنسي بهذا الضغط الكبير؟ أكيد يتأثر، لأنه دلوقتي كل الناس كانت متوقعة أن يعني حجم الصفقة سواء ماديا أو فنيا كان كل الناس متوقعه ان كيليان امبابي هيؤدي اداء رائع، لكن انا شايف لغايه دلوقتي كيليان امبابي بيلعب بنفس المنتاليتي اللي كان بيلعب فيها مع باريس سان جيرمان، لكن في اختلاف كبير جدا ما بين الدوري الفرنسي وبين الليجا الدوري الاسباني، طبعا من حيث القوه، من حيث السرعه، من حيث التواصل والتناسق مع اللاعبين. يعني في مباراه ليفربول الاخيره شايفين ان كيليان امبابي بيحاول ان هو عايز يعمل كل حاجه لوحده، دي ما تحصلش في الفرق الكبيره زي ريال مدريد. حتى ضربه الجزاء اللي حصلت لصالح ريال مدريد كان كيليان امبابي المفروض هو ما يروحش يسدد ضربه الجزاء، لان شايف ان انت زي بلغه الكره ان اليوم ده مش يومك، فالمفروض ان انت ما كنتش تروح لتسديد ضربه الجزاء، وحصل ان هو خسر ضربه الجزاء وخسر ريال مدريد 2-0. لكن انا شايف ان كيليان امبابي ربما يؤثر هذا على مستقبله. اكيد احنا دلوقتي سمعنا في التقرير ان دلوقتي كل الناس يعني كيليان امبابي دلوقتي ينال الانتقاد من الناس مشجعين ريال مدريد من قبل الناس اللي هي ضد ريال مدريد. فانا شايف ان كيليان امبابي هيحتاج وقت ان هو لازم يغير فكره ويغير المنتاليتي بتاعته ان هو يقدر يتوافق مع فريق بحجم ريال مدريد. ليفربول فاجأ الجميع مع مدربه الجديد وبدون صفقات يعني كبرى، وايضا يقدم يعني مردودا مميزا سواء على الصعيد المحلي او القاري.
ما السر وراء ذلك في رأيك؟ أنا شايف إن كل الناس بتتكلم على أرني سلوت إن دي فعلاً أفضل بداية لأي مدرب، يعني مفيش محدش متوقع إن أرني سلوت يقدر يعمل النتائج دي، يعني لغاية دلوقتي كل النتائج نتائج رائعة باستثناء مباراة واحدة أمام نوتنغهام فورست وخسرها ليفربول في البريمير ليج. ليفربول دلوقتي متربع على البريمير ليج، متربع على الشامبيونز ليج برصيد 15 نقطة، لكن أنا شايف إن كل ده والناس بتعمل مقارنات كبيرة جداً ما بين أرني سلوت ويورجن كلوب، لأن شايف إن كل ده بيعود الفضل ليه ليورجن كلوب، لان احنا لو شفنا فريق ليفربول نفس طريقه اللعبه، يعني يورجن كلوب كل اللاعبين هم اللاعبين اللي كان مع يورجن كلوب في اللي بيلعبوا اساسي، وحتى اللاعبين اللي هم استقطبهم يورجن كلوب زي سوبزلاي زي ماك أليستر زي نونيز كلهم يعني نفس طريقه يورجن كلوب، لكن انا شايف ان هو اللاعب الوحيد اللي زود أرني سلوت ان هو دلوقتي له فرصه انه يلعب اساسي هو الهولندي في نص الملعب كرالنبرج، لكن انا شايف ان ليفربول بيمشي على خطه ثابته ان هو هيحاول ان هو يكون منافسه قويه جدا سواء على البريمير ليج او على الشامبيونز. انتقل معك لانتر ميلان والذي يعيش موسما يعني مميزا جدا، هل في رايك يستطيع انتر ميلان التتويج باللقب في النهايه ومزاحمه الكبار ام لا؟ طبعا انزاجي عمل يعني اداء رائع جدا مع انتر ميلان. انتر ميلان دلوقتي بالرغم ان هو في المركز الثالث في الدوري الايطالي بعد نابولي، نابولي 29 نقطه واتلانتا 28 نقطه وانتر ميلان متساوي مع اتلانتا برصيد 28 نقطه، في اخر مباراه في الدوري الايطالي قدر انتر ميلان ان هو يفوز على فيرونا نتيجه ثقيله جدا 5-0، اخر مباراه في الشامبيونز ليج قدر ان هو يفوز على لايبزيج، لايبزيج برضه فرقه قويه جدا على مستوى الشامبيونز ليج. انا شايف ان انتر ميلان بيحاول ان هو يؤدي اداء قوي بحيث ان هو يرجع للمسرح التتويج تاني، لكن انتر ميلان فريق طبعا ليه اسم كبير جدا سواء في الدوري الايطالي او على مستوى اوروبا، فانا شايف ان الخطه اللي ماشي بيها انزاجي دلوقتي مع انتر ميلان هتؤدي ان انتر ميلان يحاول ان هو يرجع تاني لمنصات التتويج سواء على مستوى الدوري الايطالي او على مستوى الشامبيونز ليج. كابتن ياسر الشنواني المحلل الرياضي، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، كنت معنا من لندن.